دود. ها 10 ها 11 ها 12 وكالة نيابية اللي تنوب بها على هاد الحرفيين وتنطلبوا من المسؤولين باش يشوفوا من حالتنا، لأننا رحنا متقاعدين ومسنين وتنعاني من أمراض مزمنة، ويكفي لأنني في عام 2018 رانا عملت عملية جراحية على الرأس ديالي وتكلت بالنجاح ولله. يا رئيس المجلس البلدي تنطلبوا فيه باش يرفع علينا هذا الضرر اللاحق بساكنة بلوك اف الحوزية القنيطرة. أحمد رجل تعليم ومدير متقاعد، راه 19 عام هذه باش دي التقاعد ديالي، وانا الان تنسكن في الحوزية زنقة جهنم. علاش سميتها زنقة جهنم؟ لان فيها 11 ديال الحرفيين اللي تيستعملوا الادوات المزعجة والمضرة، وحنا مرض وعندي شواهد طبية باش مريض وتنبغيو نعسو وما كاينش اللي يخلينا نعسو. زيادة على ذلك هذا واحد القايد عاد خرج تقاعد حتى هو، زاد كرا الكراج الثالث ودار فيه الميطالة والصباغة. اللهم إن هذا منكر.